خويا هنا كنعيشوا هذه المنطقه هنا ديال منطقه الدار العسلوجي بالاختصار هي ودار القداري. هنا كنعانيو تقريبا من هذه المياه ديال السقي، كنعانيو ماشي شويه، كنعانيو بزاف مع هاد الناس هادو. وثاني حاجه هاد الناس اللي مسؤولين علينا ما كيتجاوبوش معنا، كنعيطوا ليهم ولا كنتواصلوا معاهم بالقصيري، بالاختصار بالقصيري رئيس مصلحه بالقصيري كنعيطوا له ما كيتواصلش معنا، تنعيطوا للقنيطره كتواصل معنا كنعاودوا ليها شنو عندنا شنو الضرر اللي كنعيشوه. ثاني حاجه اللي غادي نهضر لك عليها المشكل اللي كنعانيو منه هو الماء اللي كيطلقوا لنا ما كيوصلش لعندنا، كيهزوه لنا دوك الناس الاغنياء اللي عندهم امكانيات وعندهم القوادس. من كنعيط للقنيطره كنقول لهم اودي هذا الماء اللي طلقتو راه ما وصلش، تقولوا لي راه هزنا لكم ولي القوادس وهزنا لكم الناس اللي هما يا دراعهم طويل. تنبقاو نتسناو على مده 10 ايام 15 يوم كيوصل لعندنا الماء، ملي كيوصل ذاك الماء كيوصل عندنا ضعيف، تيقولوا لنا ودي تسقيو حاجه وحده، تسقيو غير الكسب ديال السكر، اما الحاجه ديال الفصه ولا مثلا شي حاجه ديال الخضار ولا هذا ما تسقيوهاش. الشرطه المائيه كتجي يوميا، ولكن واخا كيخرجوا هاد الناس ماد هنا، هاد الناس اللي جاونا في هاد الطريق ديال هاد الواد ديال هاد الكنار، هاد الكنار جا ما بيننا وبين الواد ديال البهت تقريبا واحد 8 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، كيجروا منه كاع دوك الناس اللي عندهم البلاد في جنبهم، هادوك الناس اللي كنقولوا هنا يدهم طويله ما كيوصلش عندنا الماء، كيوصل تيوصل ضعيف. تا كتخرج خو الشرطه المائيه وتبدا تحاور معاهم وتيقولوا لهم اودي الا بغيت تسقيو سقيوها بالليل، فهمت؟ بالنهار راه الماء يكون عندنا، بالليل كيمشي عندنا الماء. ولكن هنا شكون اللي كيفرحنا؟ اللي كيفرحنا هو جلالات الملك سيدنا اللي هنا دايرين فخور وتاج فوق راسنا، واخا ما نسقيو واخا ما نسقيوش، غير هذا الخطاب ديالو دابا اللي خطب علينا، وهنا عندنا هذه الجائحه وهذا الجفاف جا من عند الله. وكنتفاجئوا استاذ، تنتفاجئوا بهذا الخطاب ديال سيدنا، والله الا لا كتحل الشهيه ديالنا ملي كيعطينا شي كلمات، وكنفرحوا لهذا سيدنا الله يجعل ربي يطول لنا في العمر ديالو. علاش؟ حيت هو اللي واقف في جنبنا، هو اللي تيعطينا حقنا، لو كون ما كانش حارس معنا هاد الناس ما 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 وتتعيط على السيد باش غيتجاوب معاك، طافي عليك التليفون تيقول لك الماء ما كايناش، ايه الماء ما كاينش، وغارد عليا غير لي الجواب، قول لي يا ودي راه كاين اولا ما كاينش، جاوبني على السؤال، انا كنتحاور معاك عاد قول لي واش كاين ولا ما كاينش. هذا هو اللي دابا هنا كنعيشوا هاد الحاله هذه، والحمد لله.